اهلا بحضراتكم من جديد. وفي البدايه طبعا برحب بنجمنا الكبير، نجم مصر في لعبه كمال الاجسام، محمد شعبان. اهلا بيك يا كابتن حبيبي. حبيبي استاذ هيثم، ربنا يحفظك. منورنا. الاول انا بتشرف بيك واشكرك على اللقاء الجميل ده وكل قناتنا الاهلي والمشرفين عليه. احنا بنرتب له من الفتره ده كده. واللي خلف الكواليس طبعا لازم اذكر اسمه، الاستاذ صلاح، ربنا يحفظه. ربنا يخليك. فانا سعيد جدا ان انا معاكم النهارده، ان شاء الله نقدم حاجه كويسه للناس باذن الله. كابتن، يعني يمكن هتكلم معاك عن البدايات. انت ابتديت شاب طبعا، انا قلت يمكن الاسم القريه هي المعصره. المعصره الدهليه. أيوة. انا هو خلي بالك انا راجل جذوري من الدهليه زيك. لا احنا بلديات اصلا. يعني احنا يعني الدهليه مع بعض، خرجت عظماء يعني. كلمني عن البدايه. احنا كنا بنقول في المقدمه ان انت رحله كفاح، وشاب زي اي شاب مصري ابتدى حياته وكان ليه طموحات وامال. كلمني عن بداياتك، ابتديت ازاي في قريتك، وايه اللي خلاك تروح لكمال الاجسام؟ والله الموضوع كان صعب قوي. يعني البدايه احنا طبعا من اسره بسيطه جدا، غير يعني من الاول معدومه الحال في الاول. الحمد لله النهارده بقينا ميسورين الحال. الحمد لله طبعا. كانت ما فيش حاجه اسمها فكره عن الرياضه. بدات طبعا حياه البدايه كطفوله كانت مرض انيميا الفول لمده 12 سنه. انت وانت عندك 12 سنه؟ لمده 12 سنه، من سنتين لحد 12 سنه. من سن سن سنتين لسن 12 سنة. عندك انيميا الفول. طيب المرض ده انت يعني جالك انت نشات بيه، كان تاثيره عليك طبعا ايه؟ قال لي انه جالي وانا عندي سنتين طبعا. طب جالك ازاي، ولا كان تاثيره ايه الانيميا الفول؟ ايه تاثيره عليك؟ تاثيره ان كان هي المرض ده هو انيميا الكرات الدم البيضاء بتاكل الحمر. اذا انت اكلت اي شيء بقوليات او اي شيء بينقسم النص او اللي هو جميع البقوليات يا خبر ابيض. فكان الموضوع صعب جدا، لان انت انا شبه ضعيف جسمانيا. وطبعا والدي الله يجزيه يديله الصحة ويحفظه يا رب، هو اللي كان مباشرني ومعايا دايما. فتخطينا المرحلة دي عند 12 سنة والحمد لله. تشف يعني مش تخطيناها من المرض، لا يعني انا اللي بدأت اتجوزها نفسيا. لكن كان المرض مستمر، لانه انا عندي 13 سنة او 14 سنة خدت دم تاني فعلا نقل دم وكده. يا خبر ابيض. بعد كده انا طبعا كنت بشتغل نجار وبتعلم النجاره من وانا صغير فعلا. الله اكبر. فكنت بتعلم نجاره بجانب الدراسه وكده. في سن حوالي 26 سنه او 27 سنه. كبير. طبعا عندي نجار وعندي ورشه ويعني وشغال. يعني فكنت ليا صديق رياضه كمال الاجسام جت بالصدفه البحته يعني. انا شغال عند صديقي زي الاستاذ هيثم، كان اسمه احمد يحيى، فهو مدرب سباحه وكده. فقال لي ليه ما تلعبش كل ده كنت في قريتك لسه انا لسه تمام. فليه ما تلعبش كمال اجسام؟ طب ايه اللي خلاه يقول لك كده؟ لا ما هو ما قالكش كده. انا كان يعني ربنا عطيني الهيئه الشكل اللي هو شكل بس كنت بتلعب. بس شكل كويس يعني، شكلك جسمك من شغلتك وبتاع بس شكلك حلو، بس ما كنتش بتمارسها. لا ما بمارسش. كنت بروح صاله حديد. لا لا في الوقت ده ما كنتش بروح صاله. لغايه سن 26 سنه؟ لغايه سن 26 سنه. ف قال لي ليه ما تلعبش؟ فانا ليه ما العبش؟ انا راجل نجار يعني. ايه اللي دخلني المجال ده وايه اللي ليه في سيبنا يا عم احنا في حالنا الله يخليك. فبدا يفرجني طبعا. كان في ايامها طبعا احمد الورداني ورامي وابراهيم سامي، وكان في ابطال كتير مصريين كانوا موجودين في الكويت في الوقت ده، وكانوا يعني لهم اسم يعني. بداوا يجمعوا بصراحه. يعني لو اي حد كان مكاني انا مالي ومال الناس دي. انا فين وانا. ده كان ردي يعني، انا مالي ومالهم. فبصراحه هو ما سابنيش غير لما أقنعني بالموضوع ده، وفعلا سافرت قفلت الورشة لا تعالى بقى يا كابتن.